الجيش الإثيوبي يجدد غاراته المستمرة على عاصمة إقليم تيغراي لأكثر من أسبوع وسط تضارب في الأنباء بين الحكومة والقوات المحلية في الإقليم. متحدثة باسم الحكومة قالت إن الضربة استهدفت للمرة الثانية مصنعاً في مدينة ميكيلي تستخدمه جبهة تحرير شعب تيغراي لصنع وإصلاح الأسلحة، وأضافت أن الغارة دمرت قسم صيانة المعدات العسكرية. قوات الإقليم أكدت وقوع الغارات وقالت إنها حاولت التصدي لها، لكنها قالت إن الغارات طالت منطقة سكنية ما أدى لمقتل 10 أشخاص بينهم أطفال وإصابة أكثر من 20. وبين التصريحات المتضاربة يشهد الإقليم انقطاعا في الاتصالات وتقييدا على وصول الصحفيين، ما يجعل التحقق بشكل مستقل من التطورات الميدانية صعبا. وأثارت عمليات القصف تنديداً دولياً وعرقلت وصول الأمم المتحدة إلى منطقة يواجه فيها نحو 400,000 شخص ظروفاً أشبه بالمجاعة في ظل حصار بحكم الأمر الواقع يمنع دخول المساعدات.